لأن الفن التشكيلي دايما من أهم الفنون اللي بتظهر الجمال، فتخيلوا لما يبقى في مجموعة لوحات تشكيلية لمكان من أجمل الأماكن على وجه الأرض، مكان مفيش حد الحقيقة ما بيتكلمش عن جماله. واحد سيوة، واحد سيوة بتعتبر واحة للإلهام والإبداع، المناظر اللي فيها الحقيقة صعب جدا إنها حتى تقارن بأي مكان في العالم. وده اللي عملته الدكتورة لبنى زكريا، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، وهي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا معاكي، اهلا بيكي بعرف. صباح الخير يا مصر. بيكي صباح النور. اهلا بيكي يا فندم. طيب يعني في البداية حابه اعرف من حضرتك ليه اخترتي سيوة بالتحديد، وقد ايه طبيعة المكان فرقت معاكي؟ وانا مش سيوة بس، انا دايما بعمل المعارض كلها مثلا باخد يعني حته في مصر، يعني سينا قبل كده مثلا، الصيد، كنت بروح مواني ابص على الصيادين، يعني باخد حاجه مصريه. فسيوة رحت طلعت رحله من كام سنه كده، بصراحه بهرتني بجمالها وهدوءها، يعني بلد مش من الصعب ان الواحد يوصفها، يعني الواحد لازم يروحها. يعني مصر فيها حاجات جميله قوي، فاجمل حاجه عجبتني فيها الطبيعه، الهدوء. عارفة عايزة تروح تستجمي بقى، روحي بقى هناك. صحيح. يعني بجد استجمام بجد. البحيرات هناك غريبة، يعني بحيرات سخنة، بحيرات بتطلع دخان، بحيرات باردة، بحيرات كبريتية ملح، بحيرات ملح ده بنصدر منه للخارج. ده صحيح. كل حتة في الصحراء تبصي فيها نخل تعرفي ان فيها بحيرة موجودة فيها. فكمان النخيل هناك مميز طبعا، والبلح بتاع سيوة ده مميز جدا بحلاوته. فشجر النخيل هناك رهيب، ممكن تمشي في الشارع تاكلي كده من الشجره، لان في شجر النخيل متدلي لغايه الارض، يعني البلح ده لغايه الارض. فهي بلد جميله بصراحه، يعني فانا يعني الناس كمان هناك جميله قوي، يعني ناس هاديه، ما فيش مشاكل، ما فيش كلاكس في الشارع، ما فيش خناقات، يعني مكان كويس قوي للاستجمام. الناس اللي عايزه تفصل كده وترتاح تطلع على سيوة على طول. وفي اماكن هناك على فكره مخصوص، قرى كده معموله مش عشوائيه، طبيعيه جدا، مبنيه كلها بالملح. البيوت والسرير والدولاب كل حاجه معموله بالملح، الملح صخري شويه عندهم. اللي هو بنين بالبيوت اصلا كانت بيوتهم زمان كلها بالملح، ما كانش في طوب. وبعدين في على اساس ان عمره ما بيجي مطر هناك، في سنه من السنين من فتره طويله ما اذكرش التاريخ، نزلت مطره جامده جدا، فابتدى الملح يسيح طبعا، سيح الملح. فابتدى دلوقتي لو حضرتك تشوف تلاقي في بيوت طبعا مبنيه بالطوب عادي، لكن محتفظين بالبيوت القديمه اللي معموله بالملح. طبعا هي مش كامله، كلها ممكن تكون مكسره، بس محتفظين بيها لغايه دلوقتي. طبعا عبرتي بقى عن كل الكلام ده ازاي في لوحاتك؟ يعني قعدتي قد ايه في سيوة، وايه بالظبط اللي يعني لفت انتباهك قوي خلاكي لازم صممتي خلاص انك لازم تعملي لوحه؟ بص حضرتك، انا اولا الصحراء اللي هناك مش صحراء عاديه، يعني انا يعني عمري ما شفت الصحراء كده، رحت كذا حته بس ما شفت الصحراء زي صحراء سيوة. من كتر البحيرات اللي فيها والنخيل اللي موجود فيها، الغروب هناك فظيع يعني. وبعدين الغريب ان البحيرات دي كلها طبيعيه، ناس طالعه من الارض، يعني ما فيش بحيرات بفعل انسان. يعني حتى في بحيره هناك اسمها فطناس، دي 8 كيلو، يعني البحيره 8 كيلو، يعني دي تعتبر رهيبه، يعني كبيره جدا، تحس انك انت على النيل. صحيح. ومن اجمل مناظر الغروب اللي ممكن حد يشوفها. بالظبط، من الغروب كانوا على الجبال، من الغروب من على الجبل كمان. انا طلعت رحله من 3 سنين تقريبا، وانا بقالي بشتغل في المعرض 3 سنين على فكره، يعني فمن 3 سنين طلعت رحله بصراحه عجبتني جدا. وانا بس بعمل معرض ببقى طالعه رحله للمكان، يعني ما برسمش كده، لا انا بروح المكان وبقعد وبصور، والزي تاخد سكتش كان بيها، ما قدرتش ابقى بعتمد على الكاميرا يعني. فانا اللي عجبني هناك، يعني في عند حضرتك يعني لوحات، في واحده من روحي الفطناس دي فعلا انا رسمها من كتر الجمال اللي فيها. المباني هناك الملحيه دي جميله قوي، يعني انا بحب الحجر الصخر، فكنت بدرسه يعني باخد حاجات كلوز قوي قوي عشان اشوف الصخر ده عامل ازاي والحجر طالع منين. في احجار بيوت حجر طالع من وسط البيت يعني. وكمان النخيل، انا مغرمه اصلي بالنخل قوي، ف يعني عملت حتى كذا لوحه من النخيل، من البلح بتاعهم الجميل دوت. دي اجمل حاجه بصراحه يعني، وبالاضافه للمباني طبعا، يعني في كذا مبنى، يعني القريه اللي بقول لحضرتك عليها دي اللي هي كلها من الملح دي، انا مش متذكره اسمها قوي، كان حتى الامير تشارلز راحها قعد فيها،
غاليه جدا جدا الاقامه صحيح فيها. وهي كمان هي عباره عن مكان يا دكتور ما بيبقاش فيه يعني ما فيش فيه كهرباء، ما فيش فيه يمكن حتى اللي عايز بيشحن مثلا تليفونه ما فيش ما يقدرش يوصله مثلا في اوضته، لازم بيبقى فيه مكان مخصص لشحن التليفونات، مكان هادي جدا جدا جدا، وهم مقصود ان هو يكون معمول بشكل بدائي عشان البني ادم يقدر يستجم فيه ويقدر مره تانية ان هو يعني يبقى فيه راحه نفسيه فيقدر يشحن طاقته بشكل اكبر. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتوره لبنى زكريا عضو هيئه التدريس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية.